صعبة قوي، صعبة قوي قوي، بس الحاجة الحلوة اللي فيها ان احنا قضيناها مع الشباب دول يعني احنا قعدنا ساعتين او ساعتين ونص معاهم. انا بالنسبه لي احلى بكتير قوي من التقاليد اللي حصلت جوه والكرافتات والبدل اللي حصلت جوه. انا اسفه ان انا صريحه، انت عارفه ان انا صريحه يعني. طب وشايفه يعني النهارده الحاجات اللي اتعملت دي والتوقيت اللي حصل فيه المذبحه هو النهارده الولاد حاولوا يعملوا تكريم لينا، هي برضو الثانويه احنا مأجلينها لبعد 9/3، يعني احنا كلنا مش عايزين اي حاجه غير التصوير. ثانويه ولادنا احنا هنعملها او هنعمل حفله تقبيل لاولادنا بعد يوم 9/3 ان شاء الله كلنا مع بعضنا باذن الله. ان شاء الله متفائله بالمحاكمه ان شاء الله يعني. عندي تفاؤل 50% وخوف جدا 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 50%، يعني من هنا 9/3 برضو وقت كبير جدا، زي ما كان 26/1 ابتدت اقاويل واشاعات والكلام ده قبل 26/1 وقبل الحكم، برضو من هنا 9/3 انا برضو حاسه ان هيبقى في كلام، ومين مات في الـ في الـ في الاحكام، ومين مش عارف اتشنق، ومين سموه، ومين عملوه، ربنا يستر. اولا النهارده عدت سنه على وفاه ولادنا يا صاحبي، بطلب من الناس كلها تدعي لهم ترحموا عليهم. وبعدين انا بشكر القدس، لان انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، انا ما فيش حد وقف معانا غيرهم. انا مش هقول النادي الاهلي وقف معانا ولا وزاره الرياضه ولا انا، ما همنيش اي حد في البلد دي كلها الا الشباب ده. الشباب دول هم اللي وقفوا ورانا، ولولاهم ما كانش حق اولادنا جه لغايه دلوقتي، لان هم فعلا 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 رجاله، والضغط بتاعهم هو اللي جاب حق اولادنا. من ثورة يناير لغاية دلوقتي مفيش مظلوم في البلد دوت حقه بيرجع، لكن احنا حق ولادنا رجع باخواتهم، اخواتهم اللي هم الأطرس اللي واقفين معاهم، وانا فخورة ان ابني مات وهو بينتمي للشباب ده. حضرتك شايفة يعني ان الحق فعلا رجع ولا حضرتك شايفة؟ لا ده جزء منه، واحنا لسه مكملين والولاد مكملين معانا. احنا الحق رجع من اللي هو نفذ الجريمة البشعة، لكن لسه اللي دبر وخطط ودفع الفلوس والداخلية اللي هي دبرت الجريمه من الالف لياء ولحمت الباب وقفلته وطفت النور وسابت الولاد يتقتلوا، لسه احنا جه جزء بسيط من حق ولادنا. اي نعم رايح قلوبنا الحمد لله، بس لسه الجزء الاكبر من اللي خطط لهم الجريمه البشعه. متفائله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، طول ما الالترس معانا متفائله، وحق ولادنا عمره ما هيضيع، لان مش احنا بس اللي بندافع عنه الابهات والامهات، لا احنا حق ولادنا هيجي بالرجاله اللي واقفه ورانا ديت واللي عملت التأبين بتاع ولادنا النهارده. انا جاي النهارده النادي الاهلي مش علشان التكريم اللي عامله النادي الاهلي، انا جاي النهارده عشان عارفه ان الالترس جاي النهارده، هم دول ولادي اللي انا بعتبرهم اخوات اسلام اللي هيجيبوا له حقه ان شاء الله باذن الله، واللي هيفضلوا طول عمرهم يدعوا له ويسالوا عليه.